العافية دكتورة. الله يعافيك دكتورة. في مجال أطلب من الطلب بس؟ تفضل. سكر السكرين وبدنا نشوف صورتك والله. في معنى؟ واي؟ هيك بدنا نشوف صورتك، احنا دفعة بدنا نشوف صورتك. فاجأتني والله. طيب ممكن بكرة باللعب؟ لا هسا. هسه ضروري في يعني في مفاجأة لك. أنا كنت تصبر علي شوي عشان ألبس الحجاب على الأقل. أخذي أحلك. طيب ماشي شوي. هذا دكتور. يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. اسمي عم غلط. لا مش مشكلة بس. بداية يعطيك العافية دكتور، بس بدي أحكي لك كلمتين. تفضل. عني وعن زملائي بدفعة همم إن شاء الله. تفضل. حبينا نقدم لك شكر بسيط على الجهود اللي بتقدميها وتعاونك معنا كنتاج لفكرة طبيب الإنسان. الذي شاهدناه بشخصك المخلص، والذي لا زلت تحاولين تجنيد أجيال بتلك الفكرة النبيلة، كان لزاما علينا شكرك. لا تخفيك أن كان ينقصنا ما يخفف على أنفسنا من جميل كلامك ولطف تعاملك في هذه الظروف الصعبة. لقد وصلتنا مشاعرك الصادقة الممزوجة بحب في إيصال المعلومة. شكرا لك من القلب. شكرا لكم. هذا واجبي صدقني، هذا واجبي. شكرا لكم جميعا، هذا اقل واجب. مع ان بالعكس دائما شعوري بالتقصير تجاهكم، ونفسي كان اشرح لكم دائما لسه اكثر واكثر كمان. وزي ما تعرفوا رغبتي كانت فيني اشوفكم واتعرف عليكم واحد واحد. الله يسعدكم جميعا ويوفقكم، وتاكدوا دائما زي ما قلت لكم لكم اخت كبيره دائما بتدعي لكم بالخير والنجاح والتوفيق، وبتفرح كثير كثير لتفوقكم ونجاحكم وتميزكم. والله نجاحكم وتميزكم وكأنه نجاحي. شكرا لك، شكرا على هاللفت اللطيفة، شكرا على هالخط الجميل، شكرا لكم. شكرا والله. شكرا كثير لك دكتورة والله.
الله يعطيكم ألف عافية جميعاً. شكراً. الله يعافيك. الله يسلمك. هلا بنقدر نبلش؟ زي ما بدك. أوكي. طيب. واضحة هاي ولا لا الشاشة؟ واضحة دكتور. واضحة واضحة دكتور. اوكي تمام خلينا نبلش. اليوم رح نحكي عن الكرونيك مايلوبروليفراتيف اند مايلوديسبلاستيك سيندرومز. اوكي مايلوبروليفراتيف نيوبلازم زي ما انتم شايفين مايلو اذا بروليفريشن اوف مايلويد سيلز. اوكي family of acquired malignant clonal disorders of pluripotent stem cells with resulting abnormalities in one or more cell lines. The clonal stem cells retain their capacity to differentiate. إذن هون المميز إنه إيش؟ retain their capacity to differentiate. مش زي ال acute leukemias اللي كان فيها block the differentiation. هنا the stem cells retain the capacity to differentiate. Okay, leading to expansion of mature appearing cells. فإذا في عندي proliferation of mature appearing cells لكنهم abnormal. Okay, بعضهم رح يكون abnormal حسب هلا التايب. والإشي المشترك برضو بيناتهم هدول myeloproliferative neoplasm in the presence of mutated constitutively activated tyrosine kinases that lead to growth factor independence. إذا في عندنا the presence of mutated activated tyrosine kinases that led to growth factor independence. يعني مش بحاجة للgrowth factor عشان يصير لها proliferation. ليش؟ لأنه في عنا mutation بالtyrosine kinases. أوكي؟ شو هم هدول tyrosine kinases حسب التايب اللي رح نحكي عنهم كمان شوي لهدول أنواع. CML chronic myeloproliferative leukemia. التايروسين كينيز اللي بيكون هو نتيجة البCR ABL fusion. رح نحكي عنه بالتفصيل. Polycythemia vera. Virtually all of the activating mutation in tyrosine kinase JAK2. برضو الJAK2 كمان مسؤول عن الessential thrombocythemia in about 50% of cases. وكذلك الأمر في primary myelofibrosis is responsible 50% with activating mutation in tyrosine kinase JAK2. بصير عندهم primary أو primary myelofibrosis 50% of them في عنا activating mutation in tyrosine kinase JAK2. أوكي هدول ال الإشي المشترك إذن هو tyrosine activation of tyrosine kinase that led to growth factor independence. برضو الخصائص المشتركة قبل ما ندخل على كل واحد بالتفصيل. Hypercellular marrow with maturation. إذن the marrow is hypercellular في عندي proliferation لكن هذا proliferation mature appearing cell. اللي بصير عندنا ال consequence for this hypercellular marrow إنه the peripheral blood level رح يصير عندي elevation of one or more cell lines. Either إذا كان erythroid the main proliferating cell erythroid رح يصير في عندي إشي اسمه polycythemia vera. Okay. إذا the granulocytic the main cells that are proliferating بصير عندنا اللي هي CML chronic myelogenous leukemia. Okay. إذا the platelet بصير عندنا essential thrombocythemia. برضو رح نحكي عنهم بالتفصيل بس هاي هيك بس عشان يعني نحط الأشياء الهايلايتس عشان نقدر نحكي عن كل واحد بعدين بالتفصيل. برضو الأشياء المشتركة هي هيباتوسبينو ميجالي وهون الإشي المميز برضو فيهم ليش أعمالنا بيحكي عن جنرال لأنه في many overlapping features أحيانا صعب يعني تميز أو تفصل هذا الديزيز مثلا السي ام ال عن اسينشال ثرومبوسايتيميا في البدايه يعني بدايه التشخيص ممكن يكون في صعوبه ممكن يكون في اوفرلابينج لكن بعدين لما تكمل فحوصات وتعمل جينيتك اناليسز والكلينيكال بيكتشر اوف ذا بيشنت تقدر تتوصل للتشخيص الصحيح ان شاء الله. هلا رح نحكي عن السي ام ال كرونيك مايلوجينس لوكيميا اوكي may affect adults between 25 and 60 years. Okay. The peak fourth and fifth decade. ماشي الحال. هي عبارة عن زي ما حكينا هي stem cell disorders زي باقي myeloproliferative disorders characterized by massive overproduction of normal appearing but somewhat defective granulocytes.
اوكي زي ما قلت لكم normal appearing لكنهم defective granulocytes. هنا mainly بالgranulocyte بيكون الـ abnormality او بالproliferation بيكون mainly بالgranulocytes. differential diagnosis ممكن يكون عندنا leukemoid reactions اوكي والاذر مايلو بروفراتيف ديزيز زي ما قلت لكم زي البوليسايتيميا فيرا او الاذر ديزيز اللي حكينا عنهم هلا مايلو بروفراتيف نيوبلازما او مايلو بروفراتيف ديزيزز لانه زي ما حكينا في اوفرلابينج فيتشرز. بس شو يعني ليكومويد رياكشن؟ ليكومويد رياكشن هنا بيكون عندنا دراماتيك اليفيشن ان ليكوسايت كاونت اوكي ديو تو انفكشن ديو تو ستريس نوت ديو تو سي ام ال اوكي. فمش اي واحد يكون عنده انكريز ليكوسايت كاونت انكريز وايت بلاد سيل كاونت اوكي يعني غرانيوسايت ليكوسايت وايت بلاد سيلز يعني تقريبا كلهم ذا سيم. مش كل واحد راح الاقي عنده انكريز ان اليفيشن انكريز ان ليكوسايت كاونت معناها انا بحكي هذا شكله عنده سي ام ال. لا لانه ممكن يكون عندهم هاي نمبر اوف ليكوسايت ديو تو انفكشن زي ما انتم عارفين. بس هون طبعا الانفكشن بالعاده يعني بيرتفع شوي بس في بعض انواع الانفكشن ممكن يرتفع كثير وفعلا يمكن يصير 50,000. احنا بنحكي عن مانع عن 4 ل 11,000 النورمال رينج فور وايت بلاد سيلز ممكن يوصل لايش ممكن يوصل ل 50,000. هنا ممكن نحكي نبلش نفكر this is CML or this is leukemoid reaction due to infection. طبعا برضه من خلال الفحوصات من خلال مثلا الالكالين فوسفاتيز الالكالين فوسفاتيز انزيم موجود نورمالي بالنيوتروفيل فاذا كانوا نورمالي نيوتروفيلز رح يكون هاي الالكالين فوسفاتيز ليفل ان ذا بلاد اوكي فبيكون due to infection يعني انه انا عندي infection صار increase in the number of normal neutrophil اوكي فصار عندنا اللي هو هاي الكالين فوسفاتيز. لكن اذا كان عندنا سي ام ال بالعكس بيكون لو الكالين فوسفاتيز. فهي الاشياء البسيطه البدائيه اللي ممكن نستخدمها عشان نميز بين السي ام ال والليكومويد رياكشن اوكي اللي هو الالكالين فوسفاتيز اللي هو بيكون لو ان سي ام ال لو ان سي ام ال لانه هو يوجوالي بريزنت ان نورمال نيوتروفيلز اوكي لكن هون او الليكوسايتس in general لكن هون بيكون عندنا بال CML بيكون low لانه these are abnormal okay defective granulocytes. شو المين زي ما قلنا الجينيتك هون فيتشر فور لل CML حكينا لكم ال VCR ABL fusion gene اللي هو ناتج عن البالانس translocation chromosome 9 and 22 okay this is the normal chromosome 9 having ABL and this is normal chromosome 22 having BCR. إذا صار في عندي translocation رح يصير في عندي translocation 922 فبصير عندنا هذا الفيوجن BCR ABL fusion gene BCR ABL fusion gene. So this hybrid protein هذا اللي صار عندنا translocation بنسميه فيلادلفيا كروموسوم برضو هاي من أسماء الكومن نستخدمها فيلادلفيا كروموسوم فيلادلفيا كروموسوم اللي هو الكروموسوم الناتج عن balance translocation between 9 and 22 بصير في عندي fusion of BCR and ABL. This hybrid protein has dysregulated tyrosine kinase activity, okay? And the constitutive signals generated by BCR ABL mimic the effect of a growth factor receptor activation. وكأنه في growth factor لكنه مش موجود هو بيعمل على الactivation of a growth factor receptor وبالتالي النتيجة end result proliferation of the cells, okay? Then constitutive signals generated by BCR ABL that mimic the effects of a growth factor receptor activation. Okay, فبصير في عندي continuous proliferation of the cells. Continuous proliferation of the cells. إذن شو نتوقع يكون عندنا البون مارو خلينا نبلش بالبون مارو أول يكون عندنا hypercellular bone marrow due to increase the granulocytes at all stages of development. At all stages of development, myelocytes, promyelocytes كلهم بيكونوا proliferating, okay? حكينا at all stages of maturation كمان. فبيكون في عنا hypercellular marrow due to increase granulocyte all stages. هاي كتير مهمة لأنه حكينا هي continue to differentiate, okay? In the early stages ممكن الميجاكاريوسايت ليش عشان قلت لكم في overlap sometimes لأنه بالearly stages ممكن تكون the predominant picture يكون إنه الميجاكاريوسايت هي الhyperplastic هي اللي فيها increased proliferation, okay? فهنا اذا ميجا كاريوسيتيك هايبربلازيا ايرلي ان ذا ديزيز بعدين البريدومينانت بيكتشر راح تكون هايبرسيلولار مارو ود انكريز جرانيولوسايتس ات اول ستيجز اوف ديفلوبمنت اوكي وزي ما قلنا لو اور ابسنت ليكوسايت الكالين فوسفاتيز سكور هاي عشان نميزها عن ايش عن الليكومويد رياكشن اوكي بعدين بنطلع على البون مارو بيكون بيشبه النورمال تقريبا يعني بيشبه النورمال بون مارو
نحكي إنه هايبر سيلاريتي أكثر من الطبيعي، وإذا نزلنا أكثر وأكثر رح نلاقي إنه المين proliferating cells اللي هم الجرانيولوسايتس اللوكوسايتس، أوكي، هم المين proliferating cells. إذا شو متوقع بالبريفرال بلاد رح يكون عنا البريفرال بلاد؟ طبعا هنا PB، أنا هاي معكوسة بكل سلايدات بريفرال بلاد، أوكي. وايت بيكون الوايت بلاد سيل more than 100,000، أوكي، أكثر من 100,000. Circulating cells are predominantly بيكونوا زي ما حكينا in different stages of maturation in neutrophils, metamyelocytes and myelocytes. بس هدول بالعادة ما بنشوفهم إحنا بالبريفرال بلاد، أوكي، هدول ما بنشوفهم بالبريفرال بلاد، لكن بحالات بالنورمال لكن بالسي ام ال راح نطلع على البريفرال بلاد لهذا البيشنت بنلاقي عماله يعني under مايكروسكوب عمالنا بنشوف cells from different stages of maturation inside the peripheral blood. أحيانا ممكن نخربط نحكي إحنا عم نشوف هذا peripheral blood ولا bone marrow، ليه؟ لأنه فيه كل stages of maturation، أوكي. وبرضه ممكن نشوف basophils وxenophils ممكن يكونوا موجودين وbhigh number كمان، أوكي، ممكن نلاقي high number of basophils and high number of xenophils in the peripheral blood. فنحكي مثلا عنا بازوفيليا، إذا بيكون very high white blood cells لما نشوف هاي طبعا على الكاونت على الماشين، لكن لما نشوف اندر مايكروسكوب هذا البريفرال بلاد بالعين اللي سحبناها من المريض بنلاقي different stages of maturation in the peripheral blood، اوكي. زي ما حكينا بالبدايه لانه عندنا ميجا كاريوسيتيك هايبربليزيا بيكون البليتلت ممكن نلاقي برضه انكريز نمبر اوف بليتلتس، اوكي، هذول البليتلت ممكن نلاقي انكريز نمبر اوف بليتلت، لكن مع الوقت خلص البريدومينانت بيكتشر زي ما قلنا اللي هو الجرانيولوسيتيك بروليفريشن، فممكن مع يعني بالليت ستيجز يكون بالعكس عماله بتكاثر على حساب الميجا كاريوسايت، فبيكون عندي ديكريز بليتليت كاونت. اذا بالارلي ستيجز ممكن اي كمان البليتليتس ار يوجوالي انكريز. مايد انيميا لانه راح يكون بروليفريشن على حساب الاريثرويد كمان. طبعا ممكن نلاقي هاي كثير مهم النقطه ميلوبلاست كمان، اوكي، لكن هون لسه ما بنشخصها لوكيميا، ليه؟ لانه احنا حكينا with different stages of maturation يعني من الايرلي للموست ماتشور، فممكن نلاقي مايلوبلاست لكن بيكونوا ايش less than 10%، اوكي، بيكونوا less than 10%. طيب شو هلا بنشوف كيف ممكن يزيد هاي البرسنتج اوف بلاست وايش ممكن يصير مع هذا المريض. بس قبل هيك نحكي على clinical فيتشر الكرونيك، من اسمها كرونيك سو انسيديوس اونست سلو بتكون الميديان سيرفايفل 3 years even without treatment. اذا نحكي نوعا ما good prognosis لانه ممكن يعيش 3 سنين حتى لو ما تعالج، يعني ممكن يكون مش عارف بالبدايه، ممكن لانه early in the disease بيكون non specific symptoms، اوكي. احيانا الفيرست symptom بتكون dragging sensation in the abdomen، بحس ايش هيك بسحب، اوكي، dragging sensation in the abdomen نتيجه ايش؟ نتيجه splenomegaly اللي بترافق هذا المرض، نتيجة الـ enlargement of the spleen. With the disease advancement بصير عنده weight loss, anorexia اللي هي فقدان الشهية, splenomegaly زي ما قلنا, fever لأنه هدول defective granulocytes فممكن يصير عنده عرضة للinfection, anemia زي ما قلنا للproliferation على حساب الerythroid, bleeding tendency لأنه حتى هدول البليتلت اللي هم بالبداية إذا كانوا بالبداية بيكونوا أصلاً لا هاي البليد هاي غير عنها ذاك البليدنج تندنسي هنا mostly لأنه late in the disease بيصير زي ما قلنا proliferation على حساب الميجا كاريوسايت فبصير في عندي low number of platelet وزي ما قلنا عرضة للإنفكشن. هلا الكرونيك فيز في عنا أكثر من فيز لهذا المرض. الكرونيك فيز بتكون تستمر من 1 to 5 years. المين فيتشرز بيكون mild anemia, mild to moderate elevation of white blood cells with blast أقل من 10%, اوكي، والاورجانوميجالي mainly in the spleen but also liver also can be enlarged. فاحنا حكينا اورجانوميجالي in general، اوكي، لكن 50% of CML cases ممكن يدخلوا بفيز ثانيه بنسميها accelerated or transformation phase. accelerated or transformation phase ايش بصير فيها؟ بصير increased white blood cell count despite treatment, worsening of anemia, اوكي، نيو ثرومبوسايتوبينيا، يعني عمال الامور تتدهور، زادت الوايت بلاد سيل كاونت يعني مع انه المريض عماله بتعالج، اوكي، ورسنينج اوف انيميا لانه طبعا لانه عماله بيزيد الوايت بلاد سيل كاونت على حساب الايريثرويد، نيو ثرومبوسايتوبينيا لانه زي ما قلنا ممكن يكون البليتليت نمبر
عادي لسه كويسة، لكن مع الـ proliferation of myeloid صار في عندي حلت محل الميجاكاريوسايت، فصار البيشنت عنده rapid deterioration in platelet number. أوكي هنا كمان البلاست بترتفع البرسنتج، لكن لسه ما وصلت ل 20% اللي هي بتدخلنا بفيز ثاني. هون البلاست 10-19%، أوكي 10-19% بتكون مايلو بلاست بيكونوا 10-19%. برضه increase splenic size despite treatment، وطبعا ممكن يصير في عنده appearance of additional cytogenetic abnormalities اللي هي مسؤولة عن دخوله لهذا الفيز accelerated transformation phase. وليش هنا شو المخيف فيها؟ إنه this phase هذا البيشنت عرضة بأي لحظة إنه يصير عنده blastic crisis رح نحكي عنها هلا. إذن at any moment this patient can transform again to another crisis or another phase اسمها blastic crisis. أوكي اسمها blast. إذن هلا رح يكون في عندي blast proliferation. إذن شو blast crisis؟ بيكون أكثر من 20% blast in the bone marrow or in the blood. إذن عماني عم بحكي عن شو؟ عن acute leukemia. أوكي إذن CML ممكن يصيروا بالنهاية يعني يصير عندهم AML، وبالتالي بنعالجه as an AML case. أوكي ماشي الحال. فإذن البلاستيك كرايسيس أو بلاستيك كرايسيس كان occur abruptly فجأة لحالها without a previous accelerating phase، أو يعني واحد عنده CML ممكن فجأة ما تشوف دهورت أموره فحصلت له البون مارو والبلد طلع عنده أكثر من 20% بلاد، فصار عندنا acute leukemia. أو بدخل يعني بالتدريج بيكون عنده الكرونيك فيز بدخل بالاكسليتنج فيز بعدين بصير عندهم البلاستيك كرايسيس. اوكي هاي الكورس اوف ذا ديزيز ماشي الحال. اذا البلاستيك كرايسيس من اسمها بيكون في عندنا اكثر من 20% بلاست، وبالتالي هاي ديفينيشن اوف اكيوت لوكيميا. او ممكن حتى نلاقي هاي البلاست بروليفريشن اوتسايد ذا بون مارو اكسترا ميدلري، يعني ممكن نلاقيها بمكان اخر، ممكن نلاقي بلاست ان ذا سبلين مثلا بروليفريتنج بلاست، هاي معنى الاكسترا ميدلري بلاست بروليفريشن. اوكي هلا شو بنتوقع يكون عنده؟ طبعا رح يكون عنده، كلنا بنفكر انه رح يصير عنده AML اكيد، لانه احنا عمال نحكي عن CML كرونيك مونوجينس لوكيميا، فاحنا بنتوقع انه رح يصير عنده اكيوت مونوجينس لوكيميا. صح ان 70% اوف كيسز رح يكون في عنده AML، لكن 30% اوف كيسز رح يصير ايش؟ لينفويد. واي؟ لانه احنا حكينا انه من البدايه انه حكينا this is stem cell disorder. stem cell disorder فالstem cell can proliferate in either myeloid or lymphoid. اوكي فهنا ممكن من 30% of cases يصير في عنده ALL acute lymphoblastic leukemia، فهي النقطه مهم نعرفها. اوكي ونفس الشيء انه راح يكون associated with additional chromosomal abnormality behind the blast crisis. طب شو التريتمنت اوف سي ام ال؟ imatinib او فليبك اللي هو inhibit the tyrosine kinase activity of BCR-ABL. اوكي فهو بيشتغل، هاي اللي قلت لكم التارجت الثيرابي. اوكي هم بيشتغل على الفيوجن جين، على الابنورماليتي اللي صارت، وبالتالي الايماتينيب انهبت ذا اكتيفيتي اوف ذس فيوجن جين اند اندوس كومبليت ريميشن ان ا هاي فراكشن اوف بيشنتس. ف فيري جود. اوكي دراج ان يونج بيشنتس اور ريزيستنت ديزيز ممكن نلجا للبون مارو ترانسبلانتيشن. اوكي اذا ان يونج بيشنتس اور ريزيستنت ديزيز بون مارو ترانسبلانتيشن is the treatment of a choice and is the only curative modality. فإذا كان young أو عالجنا وما استجاب للعلاج ممكن نلجأ لل bone marrow transplantation. أوكي هلأ قبل ما أحكي عن polycythemia فيرا بدنا نحكي عن the causes of polycythemia in general. شو يعني polycythemia؟ يعني increase RBC. أوكي increase the red blood cell count ماشي الحال. ففي يعني عشان ما نحكي كل واحد يكون زاد عنده الار بي سي نحكي خلاص احنا اخذنا البوليسايتيميا غير معناه هو عنده بوليسايتيميا، لا في other causes of polycythemia. اوكي بس هاي البرايمري اللي رح نحكي عنها اليوم اسمها برايمري. اوكي برايمري بوليسايتيميا فيرا هيك اسمها. الاذر لا، اذا واحد عنده انكريز ريد بلاد سيل كاونت اول ما تشوف انت الفحص السي بي سي واحد عنده مثلا احنا حكينا 4.5 ل 6 لقينا عنده 7 مليون نحكي او 9 مليون خلينا نحكي، بنحكي هذا عنده بوليسايتيميا. بعدين بنبلش ندور على الاسباب اللي بتؤدي للبوليسايتيميا، نستثني اسباب لحد ما نقدر نوصل للتشخيص الصحيح. اوكي اللي ممكن يكون ريلاتيف اوكي او ابسولوت. ريلاتيف ريديوس بلازما فوليوم ديهايدريشن ديو تو برولونج فوميتينج اور دياريا، بصير في عندنا هيمو كونسنتريشن. اوكي
وفي عنا الابسوليوت كوزز اللي هي البرايمري رح نحكي عنها اليوم او سكندري due to increased erythropoietin level. اوكي سكندري due to increased erythropoietin level اللي ممكن تكون adapt due to adaptive cause نتيجة lung diseases, the smoking نتيجة نقص الأكسجين, the cyanotic heart disease, high altitude living, بصير عنا اللي هو تحفيز على ال increased erythropoietin level وبالتالي increase RBC production أو paraneoplastic. يعني أخذتوها I think في general pathology لما بعض التيومرز تنتج أوكي هرمونز زي مثلا renal cell carcinoma RCC, renal cell carcinoma, الهباتوسيلات carcinoma, سيريبيلار هيمانجيوبلاستوما, هذول كلهم عبارة عن تيومرز أوكي malignant tumors that can produce أوكي that can produce أو خلينا نحكي tumors بلا مش malignant ال RCC والهباتوسيلار malignant أوكي الهيمانجيوبلاستوما no it's benign. فالإريثروبايتين secreting tumor بيكون عندنا زي renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma and cerebellar hemangioblastoma can produce erythropoietin وبالتالي بصير عندنا increased level of what? Increased level of RBCs. فهدول إذن مش هم سبب, هدول secondary causes. Secondary causes نتيجة increased erythropoietin level. لكن the primary cause هلا رح نحكي عنه اللي هو البوليسايتيميا فيرا. أوكي؟ هلا مش مطالبين بحفظ الأسباب هاي بس يعني حلو نعرف إنه البوليسايتيميا هي عبارة عن يعني sign بس إحنا عنا increased RBC level. أسبابه ممكن تكون الديزيز اللي إحنا نأخذه هلا وتحت يعرفوه بالتفصيل ممكن يكون إله أسباب تانية ببساطة ناتجة عن زيادة الهرمون اللي هو الإريثروبايتين. أوكي طيب شو هو البوليسايتيميا فيرا؟ هلا هو insidious clinical disorder of pluripotent hematopoietic stem cells dominated by expansion of red cell mass with somatic gain of function mutations اللي هو JAK2 tyrosine kinase TK tyrosine kinase. فهو مين حكينا dominated, هلا رح تشوفوا ليش dominated. اذا المين abnormality والمين clinical feature رح نتعرف عليها هلا نتيجة ال expansion of red cell mass. لكن البوليسايتيميا فيرا فيها all three hematopoietic cells line are affected, يعني بصير عندنا hyperplasia بالمايلويد وبالإريثرويد وبالميجاكاريوسايت نسميها pan myelosis. اوكي pan myelosis يعني all lines or cell lines or hematopoietic cell lines are affected myeloid erythroid and megakaryocytic. لكن قلنا هي dominated by expansion of red cell mass while most clinical signs and symptoms are related to absolute increase in red cell mass. وعشان هيك كمان حكينا انه over في عنا overlapping features between these myeloproliferative neoplasm فإلهم كرايتيريا معينة عشان نوصل للتشخيص الصحيح بالنهاية. لأنه هنا طب لما نيجي نلاقي انه عند proliferation of all cell lines myeloid, erythroid and megakaryocytes ممكن نحكي بالبداية ممكن نقول ممكن هذا عنده CML بس ممكن نقول انه لا بال CML erythroid بالعادة ما بتصيرها كتير proliferation. اوكي في overlapping between these disorders بس اهم شيء انه تعرفوا انه البوليسايتيميا فيرا يعني pan myelosis proliferation of all cell lines لكن most clinical signs and symptoms related to the increase in the red cell mass. characteristic finding in general هي زي ما قلنا expanded red cell mass برضو بصير فيها splenomegaly زي other myeloproliferative diseases bone marrow hyperplasia and leukocytosis. ليش؟ لانه زي ما حكينا في proliferation of myeloid كمان فممكن نلاقي عنده أو من لاقي عنده increase in the white blood cell count also. okay عشان هيك في عندنا criteria to diagnose this disease هو polycythemia vera إنه بالميل يكون الهيموغلوبين أكثر من 18.5 okay بالفيميل أكثر من 16.5 أو other evidence of increased red cell volume زي increase ال count نفسه رقم ال RBCs in the CBC. okay طبعا وال presence of JAK2 mutation or another functionally similar mutation. okay يعني في يعني انواع محدده او الماينر كرايتيريا انه نلاقي بون مارو وذ بان مايلوسيس اللي حكينا عنها لو سيرم اريثروبايتين ليفل مهمه لانه هنا ما له هنا الاريثروبايتين بيكون لو بالعكس مش اللي هو لانه جروث فاكتور اندبندنت للبروليفريشن فبالعكس هو عماله بتكاثر وبيعمل انهيبيشن للاريثروبايتين. اوكي وما مش الاريثروبايتين اللي بتحفز انتاجه لا بالعكس تماما. اوكي وبيكون عندهم لو سيرم اريثروبايتين ليفل وفي شيء اسمه اندوجينس اريثرويد كولوني فورميشن ان فيترو برضه ما بدي تحفظوهم بالتفصيل هذول انه ميجر وماينر. اوكي
بس ان شاء الله بالباطن رح تتوسعوا بهاي الامور اكثر. اعرفوا انه يعني اهم الكرايتيريا انه نلاقي الجاك 2 ميوتيشن بلس انه ايفيدنس اوف انكريز ريد سيل فوليوم. اوكي وهاي النقطه مهمه اللي هي لو سيرم اريثروبايتينيبل عشان ميزوا عن شو؟ عشان ميزوا عن سكندري. اوكي عشان ميزوا عن سكندري كوزز اللي حكينا عنها. اوكي طيب اذا البون مارو راح يكون عندنا هايبر سيلولر بون مارو والبان هايبر بليزيا وذ ماتوريشن، لانه حكينا في بكل هذول ما بيرفكتيف ناس في نيوبلازم في عندنا ماتوريشن. طيب البريفرال بلاد في عندنا اذا راح يكون في عندنا هاي ريد بلاد سيل هاي وايت بلاد سيل اند بليتليت كاونتس برضه بيزوفيليا وكمان بيزوفيليا بالسي ام ال زي ما حكينا ممكن نشوفها. ريد سيل كاونتس رينج فروم 6 تو 10 مليون بير مايكروليتر. اوكي هيماتوكريت از 60% اور جريتر. جرانوسايت كاونت كان بي از هاي از 50000 سيلز بير مايكروليتر. بليتليت كاونت اوفر 400000. اوكي بليتليت لكن شو بيكونوا البليتليت ار فانكشنالي ابنورمال ان موست كيسز. بليتليت ار فانكشنالي ابنورمال ان موست كيسز. اذا هاي كل شيء هاي ريد بلاد سيلز الوايت بلاد سيلز والبليتليت. اوكي وايش بيكون في عندنا؟ بيكون في عندنا لو اريثروبايتين ليفل زي ما قلنا دو تو جروث فاكتور اندبندنس عشان ميزها عن السكندري. اوكي شو الكلينيكال فايندينج؟ بيجي ليت ميدل ايج انسيديوس اونست نفس الشيء موست مانيفيستاشن ريليتد تو اكسباندد بلاد فوليوم وبالتالي عندنا هاي ريد بلاد سيلز فراح يكون انكريز بلاد فيسكوسيتي راح يصير ثيك للبلاد نتيجه increase number of RBCs and vascular stasis. okay فبصير البيشنت عرضه لايش نتيجه thickening in the blood do increase number of RBCs بصير عرضه لthrombosis and infarction. okay especially heart spleen kidney and liver. واذا صار بالليفر in the hepatic vein okay هذا الthrombosis بصير اسمه Budd-Chiari syndrome. okay Budd-Chiari syndrome I think رح تاخذوها ب الجي اي بالتفصيل. فهو الهيباتيك فيم ترومبوسيس نتيجه له اسباب ثانيه من اسبابه اوكي اللي هو البوليسايتيميا فيرا. اوكي من اسباب الهيباتيك فيم ترومبوسيس بوليسايتيميا فيرا. بس برضه في شيء غريب انه ممكن يصير عنده بالعكس تماما ممكن يصير عنده هيموريدج. ليش؟ due to excessive distension of blood vessel لانه صار في كميه كبيره من البلد increase blood volume فممكن بالعكس يصير excessive distension ويصير rupture of the blood vessel and bleeding. And also لأنه عندنا increase platelet count لكن هدول platelet abnormal. okay abnormal platelet function فممكن هذا البيشنت بالعكس يجينا بهيمورج. okay هذا الهيمورج ممكن يكون بالجي اي تي بالاوروفارينكس and brain. okay mostly يعني هدول most common site ممكن يصير فيها bleeding. البيشنت بيكون plethoric يعني هيك وجهه محمر ماشي من بسبب زيادة الهيموغلوبين وزيادة الريد سيل فوليوم. بيكون عندهم هيدك weakness hypertension pruritus اللي هي الحكه. اوكي pruritus حكه نتيجه الهيستامين that is released from the neoplastic basophils لانه حكينا عندهم بازوفيليا. اوكي especially with hot bath خاصه لما ياخذ حمام سخن بصير عنده pruritus بصير عنده تحفيز ل بتحرك الدم وبصير تحفيز للهيستامين. برضه pleuritic congestion of many tissues. اوكي pleuritic congestion of many tissues 5 to 10% of these patients يصير عندهم symptomatic gout. ايش الجاوت؟ الجاوت بصير في عندي increased uric acid level نتيجة ال high rate of cell turnover فبصير عندهم ممكن اللي هو مرض النقرس بالعربي. اوكي ممكن يصير عندهم symptomatic gout او داء الملوك بسموه. عندنا كمان I think برضو رح تاخذوا عنه ان شاء الله بسنة ثالثة بالتفصيل سبلينوميجالي وهيباتوميجالي ممكن يجي البيشنت في هاي الاشياء كمان. شو الفيزز اللي ممكن يمر فيها المريض؟ بروليفراتيف فيز بضل عندنا الاريثرويد بروليفريشن بيصير هو الدوميننت بروليفريتنج سيلز. ميديان سيرفايفل 10 ييرز اذا فيري جود بروجنوسيس بس متى هيك بيعيش 10 ييرز بسلام وذ ريبيتد فليبوتومي اللي هو لما اضل اخذ منه دم اخفف الدم كميه الدم الموجوده بجسمه لانه عنده هاي بلاد فوليوم. اوكي فليبوتومي اللي هي عمليه withdrawal of blood by needle. okay فmedian survival بتكون 10 years if this patient have good treatment with repeated phlebotomy. لكن بعض البيشنت بدخلوا بسبنت فيز اللي هي 15-20% of patients بصير عندهم spent phase. شو spent phase؟ بصير عندهم marrow fibrosis. okay بصير fibrosis deposition of collagen between the hematopoietic element in the bone marrow. اوكي هاي بنسميها spent phase وبالتالي ممكن بالعكس هنا بصير عندنا
ديكريز نمبر. هلا رح ناخذ عن المايلوفايبروسيس اللي يعني بيشبه هذا الشيء اللي بصير بهذا المريض، هو المارو فايبروسيس، فبصير في عندي معظم البون مارو صار فيه ايش فايبروسيس، فحل محل هيماتوبايتيك اليمنتس، حتى النورمال هيماتوبايتيك اليمنتس، فممكن يصير في هذا البيشنت يصير اكسترا ميدلري هيماتوبايسيس باي سبلين. اوكي، هاي معنى سبنت فيز، سبنت فيز فايبروسيس اوف ذا بون مارو، فبصير في عندي ريبليسمنت اوف ذا نورمال اند ابنورمال هيماتوبايتيك اليمنت باي ذيس فايبروتيك elements. okay, و 5 to 10% ممكن يصير في عندهم AML mainly هنا AML. okay, 5 to 10% ممكن يصير blast proliferation, more than 20% of myeloblasts يصير عندهم AML. إذا the treatment عرفنا the treatment is to reduce the red cell mass by repeated phlebotomy. okay, هلا نيجي على ترى عفوا شو AML؟ acute myelogenous leukemia AML acute leukemia acute myeloid leukemia acute. دكتور لو سمحتي ايش الفليبوتومي؟ فليبوتومي سحب دم، لما نحكي واحد راح سحب وحده دم، هم بصير عنده ريبيتد فليبوتومي، بناخذ منه عينات دم نسحب وحدات دم، بيكون يعني بانترفال مثلا كل شهر نسحب عينه نسحب منه عدد محدد من وحدات الدم، سحب دم عشان نخفف الدم عشان نخفف الفيسكوسيتي. اوكي هلا شو هلا نيجي على ديزيز استنشال ثرومبوسايتيميا. اوكي، استنشال ثرومبوسايتيميا كلونال ستيم سيل ديس اوردر كاركترايزد باي اليفيتد بليتليت كاونت. اوكي، بليتليت استنشال ثرومبوسايتيميا انكريز بليتليت كاونت، المين كرايتيريا بيكون سستيند بليتليت كاونت اكثر من 450,000. اوكي، فاذا ثرومبوسايتيميا برضه هلا تكونوا عارفين برضه في عندنا اسباب ثانيه للثرومبوسايتيميا، مش كل واحد عنده مثلا البليتليت كاونت 500 او 550 الف مثلا معناها عنده اسينشال ثرومبوسايتيميا، لا، في عندي other causes of increased platelet count. اوكي، هلا احنا عمال نحكي عن اسينشال ثرومبوسايتيميا بيكون increased platelet count، لكن بيكون ايش من اهم الخصائص الثانيه؟ بيكون في جاك 2 or other clonal marker mutation if not absence of known causes of reactive thrombocytosis. اوكي، احيانا بعض البيشنت مثلا يعني في اسباب زي بعض الانفكشنز ممكن يؤدي الى increased platelet count. اوكي، فلازم نستثني secondary cause قبل ما نشخص المريض بالthrombocytosis thrombocytemia، بس اذا كان الجاك 2 موجود خلاص this is essential thrombocytemia. اوكي، hyperplasia of large mature marrow megakaryocytes with no significant granulobiosis or erythrogenesis. اذا هنا الايش المين هنا اسهل شوي، خلاص هي increased platelet due to megakaryocyte hyperplasia. اوكي، increased platelet due to megakaryocyte hyperplasia، ما في significant increased number of granulocytes or erythrocytes. اوكي، and not meeting WHO criteria for polycythemia vera، لأنه قلنا في overlapping feature، فهي لازم ما يعني تضبط ال features تبعتها مع any of these diseases such as primary myelofibrosis رح نحكي عنها كمان شوي، BCR, ABL, CML or other or MDS برضو رح نحكي عنها. إذا هاي أسهل شوي، elevated platelet count with megakaryocyte hyperplasia with the presence of JAK2 mutation. okay، طبعاً in early in the clinical course no symptoms، بعدين بيكون يصير عندهم سبينوميجالي، برضو هذا البيشنت عنده increase platelet count متوقع يصير عنده thrombosis، لكن لا برضو في عندي these are abnormal platelet، فممكن يصير عنده hemorrhage or thrombotic episodes، ممكن recurrent GI bleeding and epistaxis، حكيت لكم epistaxis الترعب. okay، venous or arterial thrombosis، pain in palms, soles and toes، هي erythromelalgia. okay، iron deficiency due to recurrent bleeding episode، هنا iron deficiency anemia. okay، due to recurrent bleeding episodes، فهنا مهمة هاي. okay، عنده increased platelet count لكن ممكن يجي بهيموراجي or thrombotic episodes. هلا 10% of patient ما هيصير عندهم ايش؟ ممكن يصير عندهم AML acute myeloid leukemia، اذا كلهم عرضة لانه يصير في عندهم بعدين ممكن يصير عندهم acute leukemia نتيجة blast proliferation. اوكي، بغض النظر هنا انه احنا عمالنا بنحكي المين هي الميجاكاريوسايت، لكن if this patient had additional cytogenetic abnormality during the course of the disease بصير عندهم اللي هو الاي ام ال. اوكي،
هلا البرايمري مايلو فايبروسيس، هلا انتيتي ثانيه برايمري مايلو فايبروسيس من اسمها فايبروسيس اوف ذا بون مارو، اوكي فايبروسيس اوف ذا بون مارو، لكن لسه احنا بنحكي عنها. طب كيف تقولي بروليفريشن اكرونيك مايلو بروليفراتيف ديس اوردر؟ لانه بيكون في عندي بروليفريشن برضه بالهيماتوبايوتيك اليمنتس ان ذا بون مارو، اوكي، ومثلا البروليفريتنج ميجاكاريوسايت برودوس fibroblast proliferating sorry produce platelet derived growth factor and transforming growth factor beta that induce the proliferation of fibroblast. عشان هيك بيصير في عندي fibrosis. اذا again primary myelofibrosis بيكون في عندي proliferation of hematopoietic elements. فبعض النيوبلاستيك ميجاكاريوسايتس proliferating neoblastic megakaryocytes تفرز البيدجيف والtransforming growth factor beta that lead to what to fibroblast proliferation. فبيصير في عندي بون مارو فايبروسيس، هذا الفايبروسيس بحل محل النورمال والابنورمال زي ما قلنا، فبصير في عندنا اكسترا ميدلري هيماتوبويسيس ان ليفر سبلين. اوكي اي ثينك ذس از ريموف ذس بون مارو خطا، هاي اكسترا ميدلري هيماتوبويسيس ان ليفر اند سبلين. اوكي وبصير في ليكو اريثروبلاستوسيس، اوكي ليكو اريثروبلاستوسيس يعني بصير immature white cells and nucleated RBCs بنلاقيهم in the peripheral blood. هذول من الاشياء المهمه بنشوفهم بالبرايمري مايلوفايبروسيس ليكو اريثروبلاستوسيس. اوكي ليكو اريثروبلاستوسيس immature white cells and nucleated RBCs are present in the peripheral blood and also we can see tear drop RBCs. اوكي زي هيك زي الدمعه بتكون شكل ال RBCs ماشي الحال. فهي بنسميها تير دروب ار بي سي، من الاشياء اللي بنشوفها بالمايلوفايبروسيس. اوكي طبعا برضو في ميجر وماينر كرايتيريا، بس شوفوا انا عشان افرجيكم بس بيكون في عندي هايبر بليزيا في بروليفريشن زي ما قلت لكم مينلي بايش بالميجا كاريوسايتس، بس كمان ممكن يكون هايبر سيلولاريتي ومينلي جرانيولوسيتك، وهذا اللي حكيناه من البدايه الاوفرلابينج فيتشر بتوين ذيس ديزيزز. اوكي وانها طبعا وجود الجاك 2 اور اذر كلونال ابنورماليتي no evidence of secondary fibrosis لأنه برضو في أسباب تانية للفايبروسيس. أوكي وما تكون يعني مش تكون زي ما قلنا قبل شوي في فايبروسيس كان مع البوليسايتيميا فيرا، فهي ما لازم تكون، هاي برايمري. أوكي هاي برايمري مايلو فايبروسيس نشأت من البداية as مايلو فايبروسيس، ما كانت بوليسايتيميا وبعدين صار مايلو فايبروسيس. أوكي وطبعا المانري كرايتيريا انيمس بيوميجال ليكوريتروبلاستوسيس انكريز ان لاكتيت ديهيدروجينيز، برضه مش مطالب منكم تحفظوهم ميجر وماينر، بس المهم الاشياء الموجوده هون بالسلايدات انكم تفهموا ايش هو هذا المايلوفايبروسيس. اوريدي حكينا انه هو في جاك 2 ميوتيشن ان 50% اوف كيسز. اوكي طيب كيف بيكون المرو اللي ان ذا ديزيز بيكون هايبر سيلولر مرو؟ اوكي مع الوقت ايش راح يصير؟ هايبو سيلولر. ليه؟ لانه صار في عندي البروليفريشن قل كتير. ليه؟ لأنه في عندي proliferation of fibroblast هلا حل محل النورمال أو الابنورمال hematopoietic elements، فصار في عندي hypocellular and diffusely fibrotic marrow. This is an advanced stage. فإيش بتتوقعوا بالperipheral blood؟ رح يكون في عنده anemia due to decreased erythroid production with progressive worsening and the teardrop cells. The white blood cell count حسب الستيج ممكن يكونوا normal بعدين ممكن يكون بداية elevated بعدين normal بعدين reduced. أوكي البليتلت نفس الشيء بالبداية ممكن يكونوا normal or elevated. أوكي بعدين بالليت stages لما يصير في عندي كتير fibrosis رح يصير decrease. وطبعا الليكو erythroblastic blood picture اللي حكينا عنها. هلا شوف اللي زعملنا bone marrow aspiration أخذنا عينة من نخاع العظم رح يكون dry tab. أوكي ما رح نقدر نلاقي التشو اللي بدنا إياه والهيماتوبيتك element رح تكون dry تاب لانه صار في عندي مارو فايبروسيس ان ذا بون مارو. وهدول البيشنت بيكونوا كونستانت ثريت اوف ثرومباتيك اند هيموراجيك ايبيسودز. اوكي فروم بليتلت ابنورماليتيز مينلي. اوكي بيكون في عندهم ريسك اوف ثرومباتيك اند هيموراجيك ايبيسود نتيجه البليتلت ابنورماليتيز. و5 تو 15% اوف بيشنتس كان ديفلوب اي ام ال. اوكي كان ديفلوب اي ام ال، هاي الفايبروسيس اللي بنحكي عنه هذا البون ترابيكيولي. اوكي هون هاي صارت في يعني بتحسوا في فراغات بين الخلايا النقط الغامقه، هاي اللي هي الاشياء الزهريه اللي هي عباره عن فايبروسيس ممكن نقدر نتاكد من وجودها من خلال وجود الريتيكولين فايبرز. اوكي هاي جدول بلخص لكم ممكن برضو تستخدموه عشان تلخصوا المعلومات انه العمر وين كل فئه عمريه لكل ديزيز. سبينوميجالي بتكون
طبعا سي ام ال بوليسايتيميا فيرا اسينشال ثرومبوسايتيميا اند مايلوفايبروسيس. اوكي مايلوفايبروسيس. هلا السبينوميجالي بيكون موستلي ماركت ان مايلوفايبروسيس اند سي ام ال. بالاسينشال ثرومبوسايتيميا بيكون 30% and polycythemia vera 75%. الأكيوت لوكيميا زي ما قلنا CML 50% of cases وهدول تقريبا يعني متشابهين. السيرفايفل 3 to 4 year. اوكي 5 year and هنا very good prognosis polycythemia vera وبالessential thrombocythemia. الميلوفايبروسيس وين رح يكون أكثر شيء مارك؟ بالميلوفايبروسيس طبعا, بس لازم نعرف انه ممكن بالCML polycythemia vera بالessential thrombocythemia ممكن يصير في عندي الميلوفايبروسيس. الاكسترا ميدلري هيماتوبايسيس اكثر شيء بالميلوفايبروسيس والسي ام ال, وهدول الجينيتكس هدول كلهم جاك 2 بينما بالسي ام ال الفيلادلفيا كروموسوم. اوكي نيجي على الميلوديسبلاستيك سيندروم. الميلوديسبلاستيك سيندروم هو عباره عن كلونال ديس اوردر اوف هيماتوبايتيك ستيم سيلز. هذا سيبريت انتيتي. اوكي ميلوديسبلاستيك سيندروم ديسبليزيا في عندي ابنورمال شيبس. اوكي clonal disorder of hematopoietic stem cells برضو disorder, لكن the main features ineffective hematopoiesis. ineffective hematopoiesis عندي hypercellular bone marrow, عندي proliferation of hematopoietic elements, لكنهم بصير عندي ineffective hematopoiesis يعني apoptosis in the inside the bone marrow, وبالتالي لأنهم abnormal shapes, بالتالي abnormal shapes and function, بالتالي رح يكون في عندي بالبريفرال بلاد بريفرال بان سايتوبينيا. اوكي بريفرال بان سايتوبينيا. اوكي بيكون عندهم هدول البيشنت تندنسي تو ديفلوب اكيوت مايلويد لوكيميا اولسو. بيكون اهم شيء ديسبليزيا مورفولوجيك ابنورماليتيز. اوكي مورفولوجيك ابنورماليتيز بالبون مارو سيلز. اوكي اند اولسو ان ذا بريفرال بلاد سيلز. اوكي بون مورفولوجيك ابنورماليتيز بالسيلز inside the bone marrow اللي هم الهيماتوبايتيك إليمنت طبعا and in the peripheral blood. اوكي هلا في عن cytogenetic studies reveal clonal abnormalities in up to 70% of cases in these patients. Translocations generally are lacking. Losses or gains of whole chromosome or parts are frequent. Some common karyotypic abnormalities such as monosomy 5 or 7, deletions of 5q 7q and 20q and trisomy 8. هدول الأكثر شيء genetic abnormality. ممكن تكون idiopathic أو primary أو secondary هاي الميلوديسبلازيا due to radiation or alkylating chemotherapy. أوكي طيب شو منشوف بالبون مارو؟ زي ما قلنا morphologic abnormalities. فالإريثرويد بيكون عندنا megaloblastic erythroid precursors with abnormal nuclei. أوكي megaloblastic erythroid precursors with abnormal nuclei very large erythroid precursors abnormal nuclei. ممكن اللي هي هاي الصورة. اوكي هاي very large erythroid precursors ring sideroblast بيكونوا erythroid with iron deposit in the mitochondria. هاي من خلال صبغة معينة بنشوف هذا الأزرق اللي هي عبارة عن iron. اوكي المايلويد بنلاقي abnormal granules or nuclear maturation. ممكن نلاقي hypo-segmented and occasionally hyper-segmented in neutrophil. الميجا كاريوسايتس ممكن تكون نلاقيها هنا بدل ما تكون very large بالعكس هي راح تكون small ميجا كاريوسايتس with single small nuclei or multiple separate nuclei. اوكي فاذا mainly dysplasia morphologic abnormalities mainly بالشيب, وبالتالي بصير في عنا ineffective hematopoiesis. فهدول الابنورمال سيلز رح يطلع جزء قليل منهم فقط على السيركوليشن, فرح يكون عندنا بريفرال بان سايتوبينيا. الايج 50 to 70 years of age. فالساينز اند سيمبتومز ريليتد تو سايتوبينيا فاذا عرضه لانفكشن نتيجه ديكريز وايت بلاد سيل كاونت, عرضه لانيميا نتيجه ريدكشن ان ريد بلاد سيل كاونت, عرضه للهيموريج نتيجه ريدكشن ان ذا بليتليت. اوكي ريسبونس تو كونفنشنال كيموثيرابي فور, والاي ام ال ترانسفورميشن 10 to 40% اوف cases. Sorry. Response to conventional chemotherapy بيكون poor. The AML transformation بيكون 10 to 40%. إذن برضو ممكن these patients can MDS patient can transform to AML. Okay. Prognosis variable.
but the median survival time ranges from 9 to 29 months. Okay. Management for MDS supportive. ممكن نعطي RBC, platelet, antibiotic to prevent the infection. Okay. ممكن hematopoietic growth factor to induce proliferation of normal hematopoietic element. Chemotherapy reserved for evolving acute leukemia in young patients. إذا كان صار عندهم transformation لAML, بلش نعالجه بالchemotherapy. Bone marrow transplantation, especially in young patients, لأنه بيكون قابليتهم response تبعهم بيكون أفضل للbone marrow transplantation. هنا 42-year-old man, lethargic for past 4 months, become febrile with about of pneumonia, إذا عنده infection. Hemoglobin 10.3, low platelet count 87,000, low white blood cell count 189,000, very high. Differential count 69% segmented neutrophil, 10% بان, 3% ميتامايلوسايت. أنا عمالي بحكي عن differential, عمالي بشوفها under microscope. أوكي, فإحنا ما بنشوف بالعادة هالقد, 3% ما بنشوف هدول الميتامايلوسايت, مايلوسايت, 1 blast, في إيزينوفيلز, في بيزوفيلز, في 2% لينفوسايت and 2% مونوسايت. إذن في عندي different stages of maturation in the blood, okay, in the peripheral blood. أنا عمالي بحكي, إذن بلشت أنا أشك بشغلة معينة. عملت الليكوسايت alkaline phosphatase score كان low. البون مارو بايوبسي performed and on microscopic exam the marrow is 100% cellular. Okay, فشو بتتوقع الديزيز يكون؟ ايش تتوقع مع هاي البيكتشر؟ كرونيك مايلويد لوكيميا. اكسلنت, اذا بنفكر بالسي ام ال. طيب اذا شو تتوقع الساتوجينيتك ابنورماليتي رح تكون بالتالي؟ 922. اكسلنت, اذا 922, اكسلنت, اذا رح يكون اللي هو ترانسلوكيشن 922 اللي هو الفيلادلفيا كروموسوم اللي هو الاي بي ال, اي بي ال بي سي ار. اوكي, فيوجن جين. طيب هذا بيشنت عمره 45, عنده بلورايتس, عنده بلورايتس. His spleen tip is bulbable. لما نحكي spleen tip is bulbable, إذن نحكي عن splenomegaly. Okay, splenomegaly large بتكون. Lab studies show hemoglobin 22.3. Okay, hematocrit 65%. The platelet count 445,000. The white blood cell count 12,000. لاحظوا هنا كلهم على upper limit, يعني above the upper limit بشوي. ماشي الحال. Which of the following is the most likely diagnosis? إيش بلشت تفكر؟ بوليسايتيميا فيرا. اكسلنت, بوليسايتيميا فيرا. مين اللي بيجاوب عماله؟ عمر, عمر الشطر. عمر, شكرا يا عمر. اذا البوليسايتيميا بنفكر بالبوليسايتيميا فيرا. اكسلنت, فهنا يعني بلورايتس حكيت لكم عنها بالحكه بتصير, والهيموغلوبين. فانت ممكن لو تشوف السؤال طويل لا تلتخم, بالعكس ممكن تلاقي كلمتين بس تشوفهم بدلوك على ايش الجواب. اوكي, طبعا واحلى لما نحل هاي الاسئله على رواق, طبعا لما يكون مش مزنوقين بالوقت, لما تكون عمالك بتحل اسئله يو اس ام ان اي, شوف قديش راح توضح لك هذا السؤال, راح يوضح لك الفكره كامله وتفهم الديزيز اكثر واكثر. اوكي, فهذا الجواب يس. شكرا عمر, اللي هو بوليسايتيميا فيرا. ويعطيكم الف عافيه, وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في الامتحانات, وتفرحونا بالعلامات العاليه ان شاء الله, وبتميزكم ونجاحكم وتفوقكم. نسمع اسماءكم بكل مكان بالمستقبل, ونفتخر فيكم, نرفع راسنا فيكم ان شاء الله لقدام باذن الله. بالتوفيق, بالتوفيق ان شاء الله. يعطيكم العافيه, الى اللقاء.